بنك المسار. السؤال الأول برنولي، أنا بدي أكتب وأنت بتحلي بالبيت. السؤال الأول برنولي، السؤال الثاني برنولي، بنك الاحتمالات عم نحكي أول وثاني برنولي، ثالث برنولي، رابع برنولي. السادس تحليل توافقي، بنعمل لك نتائج طول عدد مرات الأولى الثانية هيك. السابع تحليل توافقي، الثامن تحليل توافقي. قلبي هدول بعدين بدنا نقولهم، لحظة خليني أقولهم أو لا بعدين بقولهم، بس ما خدناهم. ال 12 برنولي، 13 هام جدا، هذا منشور ذي الحدين، يعني تحليل توافقي فيه. 14 منشور ذي الحدين كمان. 16 تحليل توافقي. قلبي ال 18 اجاكم بالمذاكرة الأولى، غدرتكم فيه. وعشرين برنولي، ثلاثين، واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين، هذول تحليل توافق. الأربعة وثلاثين اللي أخذ استقلال احتمالي لمتحولين بجرب فيه، اللي ما أخذه هذا بالجلسة الامتحانية اللي قبل المادة رح أعلمكم إياه مشان اللي ما أخذين. خمسة وثلاثين برنولي، 36 عمل له مخطط شجرة بصير سهل. 37 تحليل توافقي. 37 جربوا لنا بهذه الوضع، البقية لسه ما أخذنا أفكارهم بالمذاكرة، سجلنا التصوير. كم الساعة الآن؟